والله الحمد لله، يمكن احنا عندنا النادي خد قرار تنظيم البطولة من فترة طويلة، أكتر من 3 شهور أو 4 شهور. وموضوع التنظيم بالنسبة للنادي الأهلي موضوع مش غريب، احنا طول الوقت متعودين على التنظيم بشكل مختلف عن أي مكان تاني، والحمد لله زي ما شفت النهاردة التنظيم مختلف والشكل مختلف وكل حاجة مختلفة بالنسبة للنادي. ربنا يكرم إن شاء الله ونبدأ البطولة على خير على بكرة إن شاء الله. احنا إن شاء الله لحد دلوقتي يعني في فرق كويسة جدا وصلت، فرق من تونس، فرق من الجزائر، فرق من المغرب، فرق من ليبيا، وفرق أفريقية، كاميرون وكينيا. بس إن شاء الله يعني النادي الفرقة عندنا مستعدة كويس جدا، لأن دي بطولة مؤهلة لكأس العالم للأندية، فلازم الموضوع متاخد بشكل جدي بشكل كبير، لأن بقى لنا فترة طويلة جدا الفرق الأفريقية ما بتتأهلش وما بتوصلش لكأس العالم للأندية. فاحنا إن شاء الله اللعيبة عندنا مركزة جدا، خصوصا إن احنا لسه خارجين من بطولة السوبر وبطولة الدوري وكسبناهم الحمد لله. فاللعيبه عايزين اهم حاجه بطوله في وسط النادي الاهلي، في وسط جمهور النادي الاهلي، ان هي ان شاء الله تقدر تأدي اداء كويس جدا ان شاء الله.